كلامنا في صباح الخير يا مصر مازال مستمر عن ذكرى رحيل المجدد رائد الموسيقى الشابة والعصرية، الراجل اللي كان سابق عصره، عبقري الموسيقى، مطرب الموسيقار محمد فوزي، اللي ترك مكتبة فنية مليئة بالأعمال اللي قدمها سواء في التمثيل أو التلحين أو الغناء، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا دلوقتي دكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير أستاذ مصطفى، صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل مشاهدينا. طبعا لو اتكلمت عن محمد فوزي، طبعا محمد فوزي يعد من أهم الموسيقيين في القرن العشرين بل في تاريخ الموسيقى العربية. محمد فوزي زي ما حضرتك قلت في التقرير المتميز ان هو فعلا سابق عصره. سابق عصره ليه؟ لان محمد فوزي لما بنيجي نصنفه بالنسبه للاجيال الموسيقيه اللي ظهروا في مصر، في الجيل الاول اللي هو بيتكون من 5 غيروا وطوروا ووضعوا اللبنه الاولى للموسيقى العربيه عموما، يعني وضعوا شكل معين للموسيقى العربيه، وهم سيد درويش طبعا، الشيخ زكريا احمد والاصابجي ومحمد عبد الوهاب والسنباطي. دول الخمسه اللي كانت الموسيقى المصريه متاثره بالغناء التركي. دول اللي غيروا ووضعوا شكل للموسيقى المصريه والموسيقى العربيه عموما. نيجي بس كنت بحس شويه ان اغانيه متاثره ويمكن بال 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 بالغرب شويه اكتر، يعني تحسها تحس رتم شويه الاغاني، شويه من الاغاني اللي في الافلام بالذات اسبانيه شويه، ولا متهيألي؟ لا هو مش موضوع غرب، هو عشان عمل الاكابيلا فالناس قالوا ان هو غربي وبتاع، اللي هي بدون موسيقى، اللي هو كلمني طمني يا حبيبي، دي اكابيلا، ده ستايل غربي فعلا بدون موسيقى. ولكن هو محمد فوزي قمه الشرقيه، هو بس كان بيتميز بموضوع الايقاعات الخفيفه البسيطه، الجمله اللي هي السهل الممتنع. وهو بينتمي الجيل بقى جيل فريد، اللي هو طلع معاه طبعا في نفس الجيل اللي هو الجيل الثاني اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو جيل محمد فوزي، فريد الاطرش، عبد العزيز محمود، كارم محمود، طبعا كان احمد صدقي، محمود الشريف، كل ده الجيل الثاني. والجيل الثاني فيه ميزه ان هو تاثر بالمسرح الغنائي، لانهم معظمهم اشتغل مع بديع مصابني في بدايه مشوارهم الفني، وكان ضمنهم محمد فوزي، اشتغلوا مسرح غنائي كتير جدا. علشان كده محمد فوزي وفريد الاطرش اهتموا بالسينما الغنائيه، كل واحد فيهم عمل اكتر من 32 فيلم، وكانوا دايما يقدموا الاوبريتات الغنائيه. ليه بقى؟ علشان كان المسرح الغنائي اندثر، وبدات السينما تدخل يعني للساحه الفنيه، وعشان يعوضوا هذا في المسرح الغنائي بداوا يعملوا اوبريتات غنائيه. هتلاقي اوبريتات غنائيه كتير جدا زي اوبريت الظهور بتاع محمد فوزي، وطبعا اوبريتات كتيره. في ناحيه ثانيه محمد فوزي والميزه فيه ان هو كان خارج اطار المنافسه. يعني خارج اطار المنافسه ازاي؟ كل الناس كانت مثلا تلاقي منافسه بين السنباطي وعبد الوهاب وفريد ومش عارف ايه، محمد فوزي كان لون خاص بيه، وحتى ام كلثوم حاولت كتير معاه ان هو يلحن لها، لان شايفه ان محمد فوزي لون مختلف عن كل الملحنين اللي لحنوا لها اغاني، فشايفه ان هي عايزه تضيف بصمه جديده لالحانها. ولكن محمد فوزي كان بيرفض او كان بيهرب، والقصه المعروفه ان هو اعطى لبليغ حمدي اغنيه انساك، كانت بتاعت كان هو المفروض هو اللي لحنها. فانا كنت شايف ولما حللت الموضوع، هو مش عايز يدخل في منافسه مع كل من لحن لام كلثوم، زي سواء من بدايه حياتها زي الأطرشي، زي الشيخ زكريا احمد، زي السنباطي، زي كل دول، هو شايف ان هو مش عايز يدخل في منافسه مع، لانه لون مختلف. فهو فضل متميز. طب ايه بقى اللي خلاه يا دكتور يعني لون مختلف؟ يعني انا بشوف ان ايقاعه كان اسرع شويه، سريع طبعا، كلامه كان مختلف، الدنيا ساعتها كانت يعني معتمده مش ايقاع ابطا حبتين. هو اغانيه كانت زي ما بيقولوا عصريه، بيقولوا سابق عصره. سابق عصره طبعا، لانه وقتها لما يغني مثلا حبيبي وعينيا بالشكل ده، بهذه البساطه وبهذه السلاسه، اما يغني مثلا تعب الهوى قلبي، مغلي يعني. وعلى فكره واغاني الاطفال، ذهب الليل وطلع الفجر وطلع كل على الحاجات، كل اغاني الاطفال محمد وماما زمانها جاي، اللي عمل اغاني اطفال خالده الى هذه اللحظه. صحيح. وعلى فكره عمل 20 اغنيه دينيه، ما فيش حد يعني، ده جانب ما في، وعمل وطني كتير يعني، بلدي احببتك يا بلدي، قصيده عملها باسلوب بسيط سلس، رغم انها قصيده باللغه العربيه الفصحى، ولكن نحس بالسلاسه في اللحن بتاعه. ده ميزه محمد فوزي. ايوه، هو ليه ما هو انا برضو سؤالي يعني عايز احطه في الاطار، يعني هل مثلا اعتمد على
آلات موسيقية غربية؟ هل مثلا اعتمد على جمل قصيرة؟ يعني ليه إيقاعه كان أسرع؟ أنا برضو بقى بحلل مع حضرتك، حضرتك أستاذ نقل موسيقى حضرتك. لأن أولا سيد درويش هو عمل إيقاعات سريعة، سيد درويش دنج 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 وحاجات زي كده. ولكن محمد فوزي طبعا احنا عارفين هو اتربى في الموالد في طنطا وكده، وتاريخ حياته النشأة كان لها تأثير كبير جدا. وفي نفس الوقت هو كان بيستمع الى برضه الى كان السينما الغربية والحاجات اللي هي الافلام والحاجات زي كده، كان بيستمع كويس جدا. والدليل على ذلك ان هو عمل اكابيلا. اكابيلا دي اغنية يعني بدون موسيقى خالص، كلمة اكابيلا غناء بلا آلات موسيقية، صوت بشري فقط. وده عمله في اغنية كلمني طمني بالكورال، خلى الصوت النسائي كانه صوت كمانجه، وخلى الصوت الرجالي قسمه لباس وتينور وباريتون، يعني قسمه تقسيم علمي. ومحمد فوزي كان بيعزف عود كويس جدا على فكره. وانا علاقته كانت حلوه قوي كمان بعبد الحليم حافظ، صح؟ هو علاقته حلوه بكل الناس على فكره، كلهم، لان هو محمد فوزي كان معروف يعني ما كانش بيدخل في منافسه مع حد اطلاقا. والموج الصغير حكى لي ان هو يعني من ضمن الحاجات يعني انه خلى محمد فوزي في احد الافلام يعني خلى الموجي كان بيلحن بعض الالحان. محمد فوزي كان هو المنتج كمان، يعني منتج الفيلم، حط التتر بموسيقى التتر موسيقى الموجي مش موسيقى هو، رغم ان هو ملحن وده هو الاثنين ملحنين في الفيلم. يعني فضل موسيقى الموجي انه يحطها في التتر. طب اغاني الاطفال اللي هو ابدع فيها بقى، يعني ذهب الليل وماما زمانها جايه، الحاجات دي عايشه معانا لغايه النهارده، رؤيته كانت عامله ازاي للنوع ده من الاغاني؟ بص حضرتك، هو كان في المانيا وهناك سمع اغنيه كان فيها صوت الطفل اللي بيضحك. الاغنيه الشهيره اللي بتاعته اللي هي اللي هي فيها صوت الطفل. وبعدين لما رجع هو فضل الصوت ده لازق في دماغه جدا، وقال انا عايز اطلع الصوت ده. جاب 40 قعد يعمل اختبارات عشان يطلع نفس الصوت 40 طفل، ما طلعش الصوت اللي هو عاوزه ده اللي هو محتاجه ده. لدرجه ان هو اخذ الصوت بتاع المانيا ده وحطه في الاغنيه. كان فكره يعني، هو لما بيروح يستمع فبيجي بفكره جديده. وحط الصوت بعد يعني ده انا سمعتها منه هو شخصيا في لقاء اذاعي نادر جدا، وبالفعل طلعت الاغنيه ان هو جاب الصوت اللي هو الطفل ده من الاغنيه الاصليه الالمانيه وحطها في دي معلومه جديده جدا. ولكن هيظل محمد فوزي هو رائد الموسيقى في عصره، سابق عصره، عبقري الموسيقى اللي قدر يحول جزء كبير جدا من المزيكا اللي كانت بشكل ابطا لشكل اسرع في وقته. بنشكرك دكتور اشرف عبد الرحمن استاذ النقد الموسيقي تعليقا على ذكرى وفاه الفنان الراحل العظيم محمد فوزي.